السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا ياريت تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع فروت ماني، الموقع ده شرحناه قبل كده. النهاردة هنعمل إثبات سحب، الموقع شغال أديك تشيله وبيدفع بانتظام. من هنا تسجيل في الموقع، هنا تكتب الاسم والإيميل والباسورد وعادة الباسورد، تدوس على علامة تعمل اشتراك في الموقع. من هنا تسجيل في دخول الموقع، هنا تكتب الاسم والباسورد هتجيلنا كواتشة، لازم نحل الكواتشة. طالب سيارة، دي واجهة الموقع من الداخل. هنا الإعلانات اللي انت بتضغط عليها، الربح بتربح من الإعلانات، برضو بتكسب من الإعلانات. من هنا، هنا انا ضغطت على 822 إعلان، وهنا الفلوس اللي سحبتها من الموقع 45 روبل، وهنا الإحالات. هنترجم باللغة العربية عشان تبقى كل حاجة واضحة. من هنا خانة الحساب أول واحدة، عندك فوق رصيد المشتريات، تحت منه رصيد السحب، هنا رصيد الإعلانات. تمام، هنا بنخش، هنا الموقع هنا بيديك شجر، بتجمع شجر بتعمل حديقة ليك. أنا هنا شاري زي ما انتوا شايفين 5 شجرات، واحدة ب100 واحدة ب50 واتنين بعشرة، هما كلهم 4 شجرات زي ما انتوا شايفين. هنا دي ب10 ودي ب30 ودي ب50 ودي ب100 روبل. من هنا بتجمع أرباح إنتاج الشجر كده. تمام، جمع. من هنا السوق بتبيع الشجر، بتبيع الإنتاج بتاع الشجر. من هنا بتخش كده، بعت التفاح، ومن هنا كده برضو بعت الكرز، ومن هنا المانجا. عندي كده 4 روبل و70 سنت. من هنا الاعلانات، الاعلانات دي ما تفوتهاش عشان دي بتزود لك الارباح. ودي هنا برضو الاحالات، تخش على الاحالات تنشر الرابط بتاعك. احنا هنخش نعمل اثبات سحب من هنا، طلب السحب، تخش على البنك كده، هنا بتكتب الرصيد. انا عندي 4 70. هنا بتكتب الرقم اللي انت بتسحب، اللي انت بتبقى حاطه وبتسحب بيه، وبتعمل طلب سحب. تم السحب بنجاح. انا عندي هنا في البير 6 روبل اهو. هنعمل ريفرش للصفحة، بقى عندي 11 روبل زي ما انتوا شايفين، وهو السحب 4 روبل و65 سنت من روبل، والبير بياخد 5 سنت. وبكده كنت انتهينا من الشرح، وفي فيديو تاني فيه شرح فيه للموقع لو انت عايزين تشوفوه على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو آخر إن شاء الله.